بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل حديثنا عن الأمراض والاضطرابات النفسية عند الأطفال. والنهاردة إن شاء الله الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عنه وهو ما يسمى بالعلامات أو الساينز أو اللي بيسموها ايرلي ماركرز أو ساعات يقولوا عليها الريد فلاجز، كأنها العلامات أو الأعلام الحمراء اللي ممكن تديني مؤشر إما إن الطفل دوت فيه احتمال إنه يكون عنده اضطراب نفسي أو بدأ يدخل في اضطراب نفسي، أو احتمالية إنه يكون عنده استعداد للإصابة بالاضطراب النفسي ده أو ده. الحقيقة العلامات ديت كتير من الباحثين اللي هم اهتموا بيها واشتغلوا عليها، وهنا احنا هنتكلم على 11 علامة قدمتها لنا مايو كلينيك، أحد العيادات الشهيرة جدا والمستشفيات الشهيرة جدا الخاصة بالأمراض والاضطرابات النفسية في إنجلترا، في عفوا في أمريكا، حاجة عاملة كده زي المودزلي في إنجلترا. وكلمتنا على 11 علامة ممكن تدل على إن الطفل دوت قد يكون إما إنه بدأ يبقى عنده اضطراب أو إن هو عنده استعداد للإصابة بهذا أو الإصابة باضطراب نفسي. الحقيقة مجموعة من الخبراء المتخصصين في المينتال هيلث على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كانوا اجتمعوا وبدأوا يحطوا هذه العلامات، وكان هذا بتمويل من يعني وكالتين فيدراليتين ماشي، ما يسمى ب السنتر فور مينتال هيلث سيرفيس اللي هي مركز خدمات الصحة العقلية، وحاجة بنسميها ناشونال انستيتيوت اوف مينتال هيلث او المعهد الوطني للصحة العقلية. وبدأوا يلخصوا لنا، وده اللي عرضه بيتر جينسن اللي هو رئيس الموارد للنهوض بصحة الطفل، وهي المجموعة اللي تولت تنفيذ هذا المشروع. عشان يوصلوا للعلامات دي عملوا زي استخبارات رجعوا فيها لحوالي 6000 أسرة، خدوا منها هذه الإجابات بتاعتهم، والمعلومات اللي أخدوها من هذه الاستبيانات اللي هم طبقوها بدأوا يشوفوا هل هذه العلامات ممكن تتنبأ بأن الطفل ممكن يجيله اضطراب بعد كده ولا لأ. بدأوا يعملوا على ده دراسات وانتهوا في النهاية إلى العلامات اللي احنا هنقولها دلوقتي. لكن خلينا بس نبقى فاهمين أهمية إيه إن أنا يبقى عندي علامات تساعدني في إن أنا أكتشف مبكرا إذا كان الطفل ده عنده اضطراب أو هو في طريقه إن هو يظهر عنده الاضطراب. أولا وضع هذه العلامات هيساعد الأسر في إن هي تقدر تكتشف هذه المشاكل اللي موجودة عند أطفالهم ماشي، لأنه هذه الأسر ما بتكونش، ويمكن احنا أشرنا إلى دوت قبل كده، ما بتكونش قادرة إن هي تفصل ما بين العلامات الطبيعية اللي ممكن تظهر عند الأطفال عن العلامات اللي هي ممكن تدل على وجود مشكلة أو مرض أو اضطراب نفسي. وأيضا هتيأثر على المعلمين اللي زي حضراتكم اللي بيشتغلوا في المجال التربوي إنهم يقدروا يلقطوا إذا كنا بصدد احتمالية وجود مشكلة. أنا عايز أحط تحت كلمة احتمالية دي مليون خط، لأنه لا نستطيع أن نجزم من خلال هذه العلامات إن الطفل عنده اضطراب، لكن نحن نضع احتمال، وهذا الاحتمال يحتاج بقى متخصص إحالة الطفل للمتخصص عشان يقدر يساعدنا في إنه إذا كان بالفعل ده موجود أو مش موجود. فأنتوا كمعلمين مش هنعتمد على هذه العلامات كتشخيص، لكن هنعتمد عليها على إنها يعني علامات تنذير، تدي يعني تحذير كده، علامات تحذيرية ممكن تساعدنا اننا نقول لا ده احنا محتاجين الاستعانة بقى بحد متخصص من بتوع السيكولوجي او السيكياتري عشان يقدروا يقولوا لنا احنا بالفعل العلامات دي تعتبر علامات مرضية ولا لا. لانه بحكمنا ان احنا مش متخصصين في المجال الكلينيكال ما بنبقاش عندنا القدرة اننا نفصل ما بين ما يسمى بالعلامات التحذيرية من المرض او الاستهداف ليه او العلامات المبكرة والتغيرات المزاجية
اللي ممكن تبقى موجودة، أو أي سلوكيات أخرى عرضية، سواء حتى لو كانت سلوكيات تخريبية زي التحدي أو الجموح أو العدوان أو الاندفاع، واللي هي من الممكن إنها تظهر عند الأطفال حتى في ظل إن هم ما عندهمش اضطراب، لكنها ممكن تبقى حاجة عرضية ترتبط بموقف ثم سرعان ما تختفي. وضع هذه العلامات هيساعدنا كتير جدا، سواء كنا آباء وأمهات أو كنا معلمين في المدارس، إن إحنا نقدر ببساطة عينينا تلقط هذه الهاديات أو العلامات. ثم لابد هنا بقى من الرجوع للمتخصص، وليس إطلاق تشخيصات على، لأن ده خطأ كبير إن إحنا نعتمد على هذه العلامات في التشخيص. لا، هي مجرد بس علامات تحذيرية، ساعتها نرجع لمتخصص يساعدنا بقى في إنه يفصل لنا دلالتها الإكلينيكية. يعني زي عشان أبسطها لحضراتكم ببساطة، النهاردة وإحنا لسه خارجين أهو من مجموعة سنين مضت وربنا ما يكررهاش تاني علينا، اللي هي كانت فيها الكورونا. الكورونا ليه علامات بدأوا يعلموها لنا المتخصصين في مجال الطب بصفة خاصة في أمراض الجهاز التنفسي، باعتبار إنه مرض جهاز تنفسي، إنها لو ظهرت نبدأ إن إحنا يعني إيه نشك، نحط احتمال. وهنا لازم نرجع بقى للمتخصص. يعني افرض إن أنا لقيت إن شخص ما درجة حرارته ارتفعت، طب هل كل واحد درجة حرارته ارتفعت معناه إن عنده كورونا؟ أكيد لا، لكن هنا هي علامة قد ترتبط بالكورونا وهي علامة تحذيرية، فنقوم نقول لا، احنا محتاجين بقى نروح نكشف ونشوف. هي بالمثل نفس الفكرة هنا اللي بتكلم فيها مع حضراتكم، وهي اننا بنبدأ ان احنا نحط هذه العلامات كعلامات استرشادية ممكن نلجأ فيها لمتخصص، او نقول اننا هنبدأ نروح لمتخصص علشان يقدر يفيدنا بقى إذا كانت هذه العلامات فعلا تدل على أني أنا بصدد اضطراب، أو بصدد أن الشخص عنده استعداد للإصابة بهذا الاضطراب. العلامات التمييزية دي أو التحذيرية دي لازم يعني نبقى فاهمين الفرق ما بينها وما بين أي سلوك آخر قد يكون مزعج بالنسبة لنا، لكنه لا يمكن أن نطلق عليه على أنه يعتبر من هذه العلامات التحذيرية. يعني مثلا ايه الفاصل؟ اولا التكرار، تكرار مدى الاستمرار بتاع هذا السلوك الاشكالي اللي احنا بنعتبره علامة، وتكراره في مدة زمنية محددة هو اللي بيفصل ما بين ان ده سلوك عادي حتى وان بان ان هو مشكل، ام انه يعتبر علامة تحذيرية او دلالة على وجود اضطراب. وايضا ان هذا السلوك يؤثر على الطفل بمعنى انه بيعمل خلل وظيفي في الاداء بتاعه، يعني مسبب له مشاكل أداؤه الوظيفي سواء في المدرسة طبعا كتلميذ، أو في التفاعلات مع زمايله وأقرانه، أو التفاعلات واضح إنه في خلل بالنسبة له، ماشي، فمأثر عليه هذه العلامة أو هذه الخصلة اللي احنا هنا ممكن نبدأ نشك بقى إنها تعتبر علامة تحذيرية. وأيضا تأثيرها على الآخرين، إن ليها تأثير سلبي على الآخرين، وأيضا إنها بتعمل نوع من الكرب بالنسبة للطفل. هذه الإشارات هي اللي ممكن تقول لنا إذا كنا هذه العلامات هي علامات تحذيرية، ولا هي تعتبر علامات عابرة ومؤقتة سرعان ما تزول مع نمو الطفل أو مع التغير الارتقائي اللي هو موجود اللي ممكن يمر بيه. تعالوا بقى يعني في الجزء بتاعنا النهاردة نعرض الـ11 علامة اللي لخصتهم مايو كلينيك، ثم بعد كده أعاد تصنيفهم مرة أخرى في مجموعة من الفئات. بس خلينا النهاردة نبقى مركزين على إيه هم الـ11 علامة دول اللي نبدأ إن إحنا نقلق لو بدأوا يظهروا عند الطفل. وطبعا كل ما تزيد العلامات اللي بتظهر، يعني لو طفل ظهر عنده 5 6 أكيد ممكن نشك أكتر في إن في احتمالية إن في مشكلة. وأنا عايز دايما أذكركم بإنكم تحطوا كلمة احتمالية، لأن أنا مش بشخص من العلامات دي، تمام، وخطأ جدا ان انا اشخص من خلالها، لكن ان انا احطها كعلامات تحذيرية تحط لي احتمال كذا. احتمال ده يعني معنى كده ان احنا عايزين نختبر الاحتمال من خلال الرجوع للايه للمتخصصين. فاول كل لما يكون طفل عنده 5 6 علامات اكيد الاحتمال اكبر من طفل اخر ما عندوش الا علامة واحدة.
فكل ما يزيد عدد العلامات دي التحذيرية أو اللي بيسموها الريد فلاجز أو العلامات أو الأعلام الحمراء، مش انتوا يعني ليه هنا استخدموا فكرة الريد فلاج بس عشان يبقى واضح بالنسبة لنا؟ مش احنا الناس اللي هما بيشتغلوا مثلا في مجال المفرقعات مثلا ويجوا يشونوا مثلا مخزن مليان بالمفرقعات، يوم يحطوا على المخزن ده ايه؟ علم احمر من فوق كده. ليه بيحط العلم الاحمر ده؟ عشان يقول لنا ان هنا الحتة دي خطر، الحتة دي فيها مشكلة لو انت دخلتها بدون ما تراعي او بدون ما تبقى عامل احتياطات معينة، لان ممكن هذه المفرقعات تعمل. يقول لنا ان خلي بالك انه المكان ده اوعى تعرضه للحرارة الشديدة علشان ممكن السخونية الشديدة تخلي. فهنا فكرة الريد فلاج انك بتحط علامة او علم احمر على المناطق اللي انت شاكك ان فيها مشاكل، وهي نفس الفكرة هنا، انه انا شاكك ان الطفل ده ممكن يبقى عنده مشكلة او اضطراب نفسي. ناخد مع بعض ايه هي العلامات. اول علامة الشعور بالحزن الشديد، ان يبان على الطفل علامات حزن شديد وعلامات غير مبررة، ولا بد انها كمان تكون مستمرة مش عابرة. يعني النهاردة ما يجيش واحد مثلا، افرض ان انا ضربت ابني فبدأ يعيط وبان ان هو حزين قوي، هل ده معناه انه بقى مريض نفسي؟ لا، ده مرتبط بالموقف. سرعان ما لو انا جيت دلوقتي رحت مطبطب عليه وحضنته ولا جبت له حاجة حلوة، سرعان ما سيزول هذا الشعور بالحزن الشديد او الانسحاب، انه يبقى معزول لمدة. وهذا الحزن وهذا الانسحاب لابد ان يستمر لمدة زمنية تستمر اسبوعين او اكتر. تبص تلاقيه بدأ، طب هل كل طفل انسحب مثلا في موقف فيه تفاعل مع اقرانه اقول كده خلاص انه مريض؟ لا، لازم الانسحاب ده يبقى متكرر ولازم يبقى له ديوريشن او استمرارية، وحددوا لنا ان ده يستمر لمدة لا تقل عن اسبوعين من الزمن، عشان ابدا اشك ان دي تعتبر علامه من العلامات اللي هي الريد فلاج. نمره 2، اذا ظهرت لدى الطفل محاولات جاده لايذاء ذاته او قتل نفسه او التخطيط لده، وده طبعا عمره ما هيظهر بقى الا في الحالات اللي فيها يعني اضطراب شديد جدا زي اضطراب الاكتئاب الجسيم اللي ممكن بعض الاطفال يتعرضوا له نتيجه، او اضطرابات كرب ما بعد الصدمه. اذا تعرض الاطفال لمواقف معينه ممكن تحدث صدمه بالنسبه لهم شديده ما يقدروش ان هم يتحملوها، هنا زي مثلا تعرضه للاغتصاب او تعرضه مثلا لتحرش الجنسي وهكذا. وهذه الصدمات بتبقى أقوى من احتماله. هو إيه الفرق هنا ما بين الضغوط والصدمات؟ الضغوط اللي هي الاسترس المفرط الاسترس، والصدمة اللي هي تروما. لا، الضغوط دي جزء من الحياة بنتعرض لها يوميا وبنقدر ان احنا نواجهها بإمكاناتنا وقدراتنا. الصدمات بتبقى أشياء أبعد من قدراتنا وأبعد من تحملنا، ما بنقدرش ان احنا ايه نواجهها. العلامة الثالثة وهي الخوف الشديد المفاجئ بدون أي سبب، وصاحب هذا تسارع في ضربات القلب وتسارع أيضا في معدل التنفس الشديد. هنا بقى مش أي خوف، لازم يبقى شديد ولازم يظهر عند الطفل أيضا بشكل مفاجئ، ولازم يبقى أيضا بدون سبب واضح. يعني إيه بدون سبب واضح؟ يعني النهاردة لو انا خوفت الطفل دلوقتي بحاجة معينة فبدأ يبان عليه الرعب الشديد قوي، ما اقدرش اقول ان ده يعتبر كده نوع من الخوف المفاجئ ملوش سبب، لا ده ليه سبب مثلا وهكذا. يعني النهاردة مثلا الاسر اللي معيشة اولادها ليل ونهار في ان هم بيضربوا بعضهم وبيتخانقوا وبيشتموا وبيعملوا، فلما تظهر هنا علامات الخوف والرعب الشديد بالنسبة للطفل في أول لما يسمع أبوه وأمه صوتهم بيعلى، قد يكون هذا مبرر، لكن إذا استمر بقى فده معناه إن هذه الخلافات أوجدت بالفعل هذه المشكلة بالنسبة للطفل. ثم رقم 4، وهي إن الطفل ده يبقى بتاع مشاكل كتير، إنه يعمل مشاكل ويخش في شجارات وربما يستخدم بعض الأدوات في خناقاته،
ويبقى عنده رغبة في إيذاء الآخرين. دي أيضا اعتبروها من العلامات اللي هي اللي تدل على إننا بصدد مشكلة نفسية. ناخد بالنا بس إنه للأسف إن في بعض الأسر بتعلم ولادها يعملوا كده. يعني أنا أتذكر أحد الآباء وكنا في أحد المدارس، وجه الولد عم بسلوك عدواني، وبعدين فقلنا او الاداره بتاعت المدرسه قالت تجيب الاب، فجابت الاب فقال لهم طب وهي انا قايل له كده خد حقك بدراعك، واللي يضربك موته، واللي مش عارف ايه. فاحنا علمناهم يبقى عندهم هذه العلامه. مش فخلي بالك ان ساعات بعض اساليب التعلم السلبي تلعب دور في هذه العلامه. ثم نمرة 5، سلوك حاد أو شديد خارج نطاق السيطرة ممكن يسبب إنه يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين. يعني مثلا تبص تلاقي الطفل عنده اندفاعية زيادة عن اللزوم، ما بيتحرك كتير أوي زيادة عن اللزوم، مش عارف بيصور زيادة عن اللزوم، وما نقدرش إن إحنا نعمل كنترول على دوت، فده اعتبروه إيه علامة من العلامات. ثم الاضطرابات اللي مرتبطة بالأكل، سواء تقيؤ عدم تناول الطعام، أو في بعض الدول الأجنبية كمان بيبقى متاح ليهم استخدام بعض الأدوية المسهلة اللي تساعد على عملية الإيه يعني الإخراج، بحيث إن الوزن يبدأ إيه يقل. فأي اضطرابات تظهر على الطفل من فيما يتعلق بمسألة الأكل، التناول، سواء كان في الإفراط أو عدم التناول، سواء ده أو ده، وده ما يكونش متناسب مع عاداته. يعني هنا ما حدش يجي يقول إيه الولد اللي بياكل كتير أنا هعتبر إن ده عنده مشكلة. لا، إذا كان هو متعود مثلا إنه بياكل رغيفين في القعدة ولا 3 رغيفة في القعدة فخلاص. لكن أخد علامة مرضية إيه بقى؟ إنه فجأة ما بقاش بياكل، أو بيمتنع عن الأكل، أو بياكل نص رغيف، وهو اللي دايما بياكل رغيفين مثلا أو أكتر، أو العكس، إن هو أكلته دايما بتبقى في حدود رغيف ولا رغيف ونص. بقى هنا لقينا عنده نهم شديد قوي في إنه ياكل بال3 4 رغيفة في القعدة. ده اعتبروه من العلامات اللي ممكن تقلقنا، إنه ممكن يبقى فيه احتمالية إن الطفل دوت ممكن تبدأ تظهر أو تكون بدأت تظهر عنده مشكلات نفسية. ثم نمرة 7، وهي قلق أو مخاوف شديدة بتعيق الأنشطة اليومية. بس تلاقيه دايماً قلقان ودايماً خايف، وده بيخلوش يقوم بأي نشاط. يعني ممكن الولد يبطل يروح المدرسة من كتر خوف، يبطل إنه يشارك في أي لعبة بتتعمل في المدرسة من الخوف الشديد اللي موجود. يعني مثلاً يحضرني هنا أحد الأطفال بدأت تظهر عليه علامات القلق والخوف الشديد من إنه أسرته تسيبه، ماشي، حاجة كده زي خوف الهجر يعني. وبعدين الولد دوت بيودوه يتدرب كورة، يتعلم كورة، يعني تدريب اللي بيعملوه ده للرياضة يعني للكورة وكده، ماشي، حاجة زي مدرسة كورة وكده في مركز من المراكز أو في نادي من الأندية. فبتروح معاه أخته الوسطانية توصل، وبتطلع تقعد في المدرج وهو بيلعب معاهم، ثم في التقسيم. ثم جت أخته وهي قاعدة، الشمس جت على الحتة اللي هي قاعدة فيها، واللي هو كل شوية بيبص يشوفها، فبيكمل لعب تمام لأنه خايف إن هي ما تسيبه وتمشي. فلما جت الشمس عليها قامت اتنقلت، راحت قعدت في مكان تاني، اتحركت مثلا مدرج لورا ولا طلعت قدام إلى آخره. وبعدين الولد ماشي بالكورة، بيجري بالكورة يعني وكده، وبيراوغ بيها، وعينه على الأخت، فعينه ما لقطتهاش. عايز أقول لكم إنه راح وقف بالكورة وهو بيلعب أثناء الماتش، وقف بالكورة وعمال بيبص شمال ويمين بيدور عليها. طبعا زمايله خدوا منه الكورة بقى، ولا طبعا يعني اللي انتم متوقعينه ده، بس ولما لقاه بدأ يجري بقى يدور تاني على الكورة ويرجع يلعب ايه الماتش. نمرة 8، صعوبة بالغة في التركيز. تلاقي الولد ده ما بيعرفش يركز، او صعوبة في ان هو يفضل قاعد قاعدة هادية ساكن، يعني ما يتحركش كتير. فالعلامات الحركة كتير والصعوبات اللي هي في التركيز، وطبعا وما يرتبط بيها من احتمالية تعرضهم لخطر جسدي او فشل دراسي، اعتبروها انها ايضا من العلامات الـ11 اللي لو ظهرت انها تبدأ انها تقلقنا. ثم العلامة 9،
وهي الاستخدام المتكرر للمخدرات أو الكحوليات. والحقيقة هذه العلامة من النادر قوي إنها تظهر عند الأطفال، خصوصا أطفال ما قبل المدرسة، إلا إذا كان هناك النموذج والقدوة. يعني الاستثناء هنا في السن الصغير دوت إذا كان النموذج والقدوة موجود. وحضراتكم بتشوفوا إن الولاد اللي هم بيطلعوا، يعني بص تلاقي الطفل عنده 2 3 سنين وشايف بابا بيدخن سيجارة، فبعد ما بابا يطفي السيجارة في الطفاية ويقوم يجري يجيبها ويحطها على بقه. فالعلامة رقم 9 غالبا لا تتوفر إلا إذا كان هناك نموذج موجود في محيط الأسرة. أما العلامة 10 فهي تقلبات مزاجية شديدة بتسبب له مشاكل في العلاقات، بس تلاقي في تذبذب انفعالي، يعني مرة يبقى سعيد مرة يبقى حزين. هذا التقلبات بيسموها مود سوينجز، تقلبات مزاجية، دي اعتبروها أيضا من العلامات المرضية اللي ممكن، أو العلامات اللي ممكن تبدأ تقلقنا ونقول لا احنا محتاجين متخصص عشان يراجع لنا ده. ثم نمرة 11 وهي آخر علامة وضعوها، وهي مسألة التغيرات الجذرية اللي ممكن تحصل في سلوكه أو في شخصيته. يعني بص تلاقي شخصيته اتغيرت، ما بقاش زي الأول، سلوكه نفسه اتغير، بس يعني دراستيك تشينجز، يعني تغيرات جذرية مش مجرد تغيرات طفيفة، لأنه التغيرات اللي ممكن بتحصل في سلوكنا وشخصياتنا هي واردة وممكن إنها تحصل، لكن ما بتبقاش هذه التغيرات جذرية ما بين يوم وليلة أو ما بين فترة وفترة زمنية صغيرة بهذا الشكل. دي ال11 علامة اللي اتكلمت عليهم مايو كلينيك، واللي اعتبرت إن هي تعتبر ريد فلاجز، اللي هي إذا ظهرت بالنسبة لنا لابد من إننا نبدأ نقلق، ولابد إن احنا نبدأ على طول نرجع للمتخصصين، سواء كنا آباء وأمهات أو كنا مدرسات أو مدرسين في المدارس. وهنا نرجع نقول إن الطفل دوت محتاج يعني فحص نفسي دقيق بقى عشان نقدر نحكم إذا كان هذه العلامات علامات عابرة، ولا هي مؤشر على الاستعداد للمرض، أو إنها مؤشر إلى إن بالفعل بدأت تظهر عند هذا الشخص مرض أو اضطراب معين.